يقول هل نعد نحن من الأغنياء؟ والله شوفوا، يعني أنا أذكر ذاك يوم جلست مع ابني فقال لي يعني الغني في مفهوم العالم اليوم زين، الأغنياء يمثلون يعني تقريبا أكثر من 10% من سكان الأرض، يقول الكويت كلهم داخلين فيها. طالما أن الإنسان يعني لا يحتاج لا يسأل لا كذا، خلوا قضية والله علي ديون علي أقساط، أنت جبتها لنفسك. في الناس هي قاعد الناس يعني تستانس، كل من يملك يقولون كل من يملك يعني 250,000 تقريبا فما فوق يعتبر غنيا، يعني كل من يملك بيتا في الكويت يعتبر غنيا. غالب البيوت الآن يعني ثمنها يجاوز 250,000، فكل من يملك بيتا يعتبر غنيا في مفهوم الدنيا الآن. فنحن الحمد لله بنعمة، لا الحمد والمنة. لكن الشاهد من هذا الغنى كما قال الإمام الشافعي غني بلا مال عن الناس كلهم، إن الغنى عن الشيء لا به. يعني الغني هو المستغني الذي لا يحتاج إلى أحد، هذا هو الغني، غنى النفس ولا يحتاج إلى أحد ولا يطلب من أحد، هذا هو الغني. أسأل الله يجعلني وإياك من الأغنياء، لا نحتاج إلى أحد ولا نطلب من أحد ولا نطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.